لديهم سندات ملكية رسمية صادرة من مديرية التسجيل العقاري في الموصل، ويشغلون هذه الدور التي بنوها بأيديهم وتحت أنظار الدوائر المعنية منذ عدة سنوات، لكنهم مهددون بالإزالة وهدم منازلهم في أي لحظة بحجة تجاوزهم على طريق رئيسي يؤدي إلى أحد الجسور. احنا هون سندات طابة زهور 25، صارنا سنين ما اليوم والبيحة نحن قاعدين هوني مساح ومساح الأرض وعملنا وبنينا، ما زتنا طابقة واحدة إذا ما كلت سنداتنا أصولية. أنا اليوم رحت ودفعت دم قلبي بهاي الفلوس وطلعت السند، والله سنة كاملة عن ما طلعنا للسند، وبالأخير يجي قلنا أنتم متجاوزين عشان متجاوزين. جسر الفلاح في الجانب الأيسر من الموصل الذي طال انتظاره سنوات طويلة شيد وأنجز بدون مقتربات منذ أكثر من عامين، وبحسب أهالي المنطقة فإن مسار الجسر تغير عدة مرات لينتهي الأمر بدعوى أقامتها بلدية الموصل لإزالة دورهم وإنشاء الطرق والمقتربات المؤدية إلى الجسر. أربع مسارات تغير الجسر، هذا سند طابة ما يعترفون بينه، نروح على البلدية يقولون هذا سندكم مضروب، يجون علينا استدعاء من المحكمة، والله شنو أنتم كمتهمين، أنتم متجاوزين، أنتم مجرمين بنظر الدولة، احنا شو مجرمين؟ إذا هذا سند طابة صادر من التسجيل العقاري التابع للدولة العراقية، إذا هذا سند ما معترفين بينه، لكن على الدولة السلام. بلدية الموصل أكدت أن موضوع إزالة الدور من عدمه منظور أمام القضاء، مشيرة إلى عدم وجود قرار بالإزالة حاليا حتى يبت القضاء، وأن ما جرى قبل عدة أيام هو أخذ معلومات عن أصحاب الدور من قبل الشرطة والمختار ولجنة من البلدية. ومع اتساع رقعة الأحياء السكنية في الموصل تزداد المشاكل ومعرقلات المشاريع المنفذة فيها، فالأسباب تعود إلى عدم وجود تخطيط عمراني يحافظ على ممتلكات الدولة ومسارات مشاريعها وحفظ حقوق المواطنين وأملاكهم التي باتت مهددة بالإزالة. من الموصل محمد سالم، يو تي في.